أجواء وسط البلد في عمان تروي حكايات ربطت ماضي المدينة العريق بحاضرها، حتى أصبحت وجهة للسياحة العربية والأجنبية على حد سواء. في كتير أجانب من مختلف دول العالم قاعدة بتيجي على الأردن لحتى تشوف هاي الثقافة اللي معكوسة في وسط البلد. نلاحظ إنه في تنوع، يعني أول شيء بتلاقي في تنوع في المحلات، في المطاعم، بالأكل، بكل إشي. فأي ثينك إنه التنوع في البلد هو واحد من الأشياء اللي بتخلي الناس تنزل. جربت الكنافة، الكنافة كانت كلش طيبة. زين بعدين شفت محل بيع كاسة منسف، زين سعرها دينار واحد، يعني فجربتها كانت كلش تجربة حلوة، يعني كانت طيبة. يعني من كل فج وصوب يأتون خفافا وثقالا ليخلدوا ذكريات من وسط المدينة وينقلوها إلى بلدانهم، حضارة شعب وعباقة سحر المكان. احنا عادة ناخذ السواح لأكثر من مكان، إن كان الآثار، إن كان للصحراء، إن كان للبحر، للجبل، وبنفس الوقت مرجوعنا دائما وأبدا إلى وسط البلد لأنها هي الأساس وهي المركز. بيجوا هون بيأكلوا الأكل التقليدي، الأكل الشعبي، بيمشوا على رجليهم، بيشوفوا ثقافات، بيشوفوا طبيعة الأردنيين. وسط البلد صارت منطقة حلوة، يعني فيها إضاءة وفيها كثير محلات فتحت يعني هون. فالشعب الأردني بيحب القهوة كثير، يعني كثير احنا بنستخدم القهوة. بشجع كل الناس في نهاية الأسبوع يطلعوا هم وأولادهم يرفعوا عن نفسهم بوسط البلد، تكلفة قليلة جدا، بسيطة جدا، ممكن تنبسط أنت في نهاية أسبوعك بدون ما تتكلف مصاريف عالية جدا. في وسط البلد المكان النابض بالحياة، تتمازج الأصوات والجنسيات وتتوحد في أزقة وأروقة المدينة القابعة على مر العصور. المأكولات الشعبية تضيف للمكان نكهة ورائحة، وتبقى أجواء وسط البلد التراثية والسياحية والثقافية المكان الجاذب للسياح الأجانب والعرب وللأسرة الأردنية. خالد قبيلات، تلفزيون الأردني، وسط البلد.